السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الثانية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الخامس من هذه الوحدة، المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين رقم 1، وحولوا إلى الوحدة المطلوبة. إذا 8 متر كم فيها من سنتيمتر؟ إذا 8 نضعها في وحدة المتر، 8 متر كم فيها من سنتيمتر؟ نضيف الأصفار إلى السنتيمتر، إذا فيها 800 سنتيمتر. إذا 8 متر تساوي 800 سنتيمتر. 12 ديسيمتر، إذا الوحدات في الوحدة المطلوبة 12 ديسيمتر. 12 كم فيها من مليمتر؟ نضيف الأصفار، 1200 مليمتر. 1200 مليمتر. 9 سنتيمتر، 9 سنتيمتر كم فيها من مليمتر؟ فيها 90 مليمترا، 90 مليمتر. exercice 2. Je convertis dans l'unité demandée. Alors, هنا غادي نحولو اولا نكتبو الاعداد في الوحده المطلوبه. Alors 5000 مليمتر. Alors 5000 مليمتر. 5000 مليمتر. اذا صفر الوحده على الوحده، صفر 5000 مليمتر. كم فيها من متر؟ اذا كم فيها من متر؟ اذا فيها 5 متر، نحذف الأصفار، 5 متر. وكم فيها من ديسيمتر؟ فيها 50 ديسيمتر. إذن 600 سنتيمتر، 600 سنتيمتر. إذن نضع الوحدات تحت الوحدة، إذن 600 سنتيمتر. كم فيها من متر؟ إذن فيها 6 متر، فيها 6 متر. كان فيها من مليمتر؟ نضيف صفر، إذا 6000 مليمتر. نحولو الوحدة المطلوبة في هاد التمرين هذا. ألوغ 9 متر كان فيها من ديسيمتر، نضيف صفر، إذا 90 ديسيمتر. كان فيها من سنتيمتر، نضيف صفر آخر، إذا 900 سنتيمتر. أحيط من بين الكتابات الرقمية المقترحة الكتابة التي تناسب كل كتابة حرفية. 9990، 9990. إذا لدينا 9909، 9990. إذا الكتابة الثانية 5055، إذا 5055 هي الكتابة الأولى. 2202، 2202. إذا الكتابة الأولى الرقمية الأولى 2022، إذا 2202 إذا الكتابة الثانية. Je calcule et je décompose. إذا نحسب و نفكك. 7000 زائد 500 زائد 40 زائد 30. ألوغ 7543. 3040 تساوي 3000 زائد 40. 9009 تساوي 9000 زائد 9. اكتب قيمة كل رقم احمر في الاعداد التالية. اذا 9514 القيمة الخمسة هي 500. 1257 قيمة خمسة 50. 2017 قيمة سبعة هي سبع وحدات. 4573 قيمة سبعة
هي 7 عشرة، إذا 70 4250 قيمة 4، 4238 قيمة 8، 8 وحدات، إذا 8. قال كريم 1+0 أصغر من 1000 في 0، إذا 1+0 1، 1000 في 0 1000، أعتذر، 1000 في 0 0. هل هذا صحيح؟ قال كريم أن 1+0 أصغر من 1000 في 0، إذا 1000 في 0 كم تساوي كما قلت 0، 1+0 1، هل هذا صحيح؟ لا لا، 1+0 ليست أصغر من 1000 في 0، لا، غيره صحيح. لماذا؟ لأن واحد، لأن واحد أكبر من صفر، إذا 1+0 1، 1000 في 0 0، أي عدد ضربناه في صفر كيعطينا صفر، أي عدد ضربناه في صفر يعطينا صفر، إذا واحد ليس أصغر من، ليست أصغر من من 1000 في 1. لماذا؟ لأن واحد أكبر من صفر. أضع وأنجز. 4572 زائد 254، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. نضع العمليتين ثم نبدأ بإنجازهما. 7583 زائد 1687، دائما الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. إذا 2+4 6، 7+5 12، 2 واحتفظ بواحد، 5+2 7 والاحتفاظ 8، 4+ لا شيء 4. إذا 4572 زائد 254 تساوي 4826. إذا العملية الحسابية الأخرى، 3+7 10 0 وأحتفظ بواحد، 8+8 16 والاحتفاظ 17، إذا 5+6 17 7 وأحتفظ بواحد، 5+6 11 والاحتفاظ 12، 2 وأحتفظ بواحد، 7+1 8 والاحتفاظ 9، إذا 9270. ولاحظوا المثال ثم أتمم. إذا 463 تساوي 400+60+3، إذا 657. نضعها على جدول العد، إذا 7 وحدات، 5 عشرات، و600، إذا 657 تساوي 600+50+7، 200+20+2، إذا 222، إذا 212 و2 وحدات، 1809، نفككها، 1000+800+9، إذا 1809. أقارن بوضع الرمز المناسب، إذا نبدأ بالمقارنة. هذا مكون من 4 أرقام، هذا مكون من 4 أرقام، نبدأ برقم الآلاف، 3 2، إذا 3 أكبر، بالتالي 3201 أكبر من 2999، 978، 1001، إذا عدد مكون من 3 أرقام، عدد مكون من 4 أرقام، إذا العدد مكون من 4 أرقام أكبر، كما نعرف الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفم التمساح، الرمز أصغر، لاحظوا معي، 978 أصغر من 1001، لدينا هنا 3 أرقام، نبدأ برقم العشرات، 6، المئات 6، ننتقل لرقم العشرات، 1 0، إذا 1 أكبر، إذا 610 أكبر من 609، إذا 4 أرقام، 3 أرقام، إذا العدد المكون من 4 أرقام أكبر، 4 أرقام، 4 أرقام، نبدأ برقم الآلاف، 5 5،
هناك تساوي، ننتقل لرقم المئات 0 1، إذا 1 أكبر، بالتالي 5099 أصغر من 5100. إذا هنا نقارن، لدينا أربع أرقام، أربع أرقام، الألف 7، ننتقل للمئات 1 1، 10 0 0، الوحدات 4 4، إذا تساوي 7104 تساوي 7104. Exercice 10. J'écris le type de chaque angle. Alors, un xbo. Ism kulla zawiya. Alors, l'ahdoum ayana zawiya l'oula. Zawiya l'oula akbar min 90 daraja. Akbar min 90 daraja. Alors, angle obtus. إذن الزاوية الثانية زاوية قائمة، أنجل دغوا، والزاوية الأخيرة أقل من 90 درجة، أنجل إيغو. كما شفنا في الدرس، الزاوية الأكثر من 90 درجة أوبتي، أقل من 90 درجة إيغو. أوبتي منفرجة، دغوا قائمة، إيغو حادة. رقم 11، احسب المسافة التي قطعتها كل دعسوقة في دورانها على الشكل الهندسي الذي توجد عليه، أضلاع كل شكل متقايسة، وأحدد بعلامة في تلك التي قطعت أطول مسافة. إذا عندنا الشكل الأول شكل مربع، إذا المربع به 4 أضلاع، إذا سنكتب 45 × 4. 45 × 4 5 × 4 = 20، 0 واحتفظ ب2، 4 × 4 = 16 الاحتفاظ 18، إذا 180 سنتيمتر. إذا الشكل الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 22 × 8. في 8، إذا 2 × 8 = 16، 6 واحتفظ ب1، إذا في 8 = 16 الاحتفاظ 17، إذا 176 سنتيمتر. الشكل الثالث شكل مثلث، إذا سنضرب 59 × 3، 59 × 3، 3 × 9 = 27، 7 واحتفظ ب2، 5 × 3 = 15 الاحتفاظ 17، إذا 177 سنتيمتر. إذا 59 × 3 تساوي 177 سنتيمتر. إذا هذه المسافة التي قطعتها كل دعسوقة. السؤال، أحدد بعلامة في تلك التي قطعت أطول مسافة. إذا نقارن، نبدأ برقم المئات 1 1 1، ننتقل لرقم العشرات 8 7 7، إذا أكبر رقم عشرات هو 8. إذا الدعسوقة التي قطعت الشكل المربع هي التي قطعت أطول مسافة. إذا نأخذ المزواة لرسم زاوية قائمة، قائمة رسم زاوية قائمة. إذا نستعمل المزواة لرسمها، يكون قياسها 90 درجة. إذا هذه زاوية قائمة. إذا الزاوية المنفرجة يكون قياسها أكبر من 90 درجة، أكبر من 90 درجة. إذا 90 درجة، إذا أكبر من 90 درجة. خذوا معي. أكتشف الخطأ في العملية التالية وأصححه.
إذا 3467 زائد 6892، 7 + 2 = 9، 6 + 6 = 12، لأنهم احتفظوا بواحد. إذا نصحح العملية، 3467 زائد 6892، 7 + 2 = 9، 6 + 9 = 15، 5 احتفظ بواحد، 4 + 8 = 12، 1 = 13، 3 احتفظ بواحد، 3 + 6 = 9، والاحتفاظ 10. ينتج معمل خلال يوم واحد 1537 صندوق زليج خلال الصباح، و 2013 صندوقا خلال المساء. احسب عدد الصناديق التي ينتجها المعمل خلال يومين. إذا العملية الحسابية الأولى التي سوف نقوم بها هي عملية الجمع. إذا نجمع عدد الذي ينتج هذا المصنع خلال يوم واحد، إذا 1537 زائد 2013 خلال المساء. إذا نضع العملية عموديا، 1537 زائد 2013، 7 + 3 = 10، 0 احتفظ بواحد، 3 + 1 = 4، والاحتفاظ 5، 5 + 0 = 5، 2 + 1 = 3، إذا 3550. 3550. إذن عدد الصناديق التي ينتجها هذا عدد الصناديق يوميا. نكتب ينتج المعمل يوميا 3550 صندوقا. إذن ينتج المعمل خلال يومين، إذا 3550 نضربها في 2، لأن 3550 في 2، 2 × 0 = 0، 2 × 15 = 0 واحتفظ بواحد، 2 × 15 والاحتفاظ 11، 1 واحتفظ بواحد، 2 × 3 = 6 والاحتفاظ 7، إذا 7100 صندوق. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.